السلام عليكم. نصر الله، على ضوء نتائج المفاوضات حول الحدود البحرية نحدد كيف نتصرف في الآونة المقبلة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الحزب سيحدد كيف يتصرف تجاه إسرائيل استنادا إلى نتائج المفاوضات حول الحدود البحرية. وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني في أن مجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت إنه لدى لبنان فرصة تاريخية في ملف النفط والغاز، وأضاف: لدينا كنز في البحر، وهناك احتمالية بأن نذهب إلى حرب مقابل وجود احتمالية عدم الذهاب إلى ذلك الخيار، واليوم بتنا بوضع أفضل. وثبع: على ضوء نتائج المفاوضات نحدد كيف سنتصرف في الآونة المقبلة. وأردف قوله: هناك فرصة تاريخية وذهبية لإنقاذ البلد، وهذا الأمر يحتاج إلى المخاطرة، ولهذا فلنذهب إلى تلك المخاطرة، ونحن حاضرون أن نقدم أنفسنا وفلذات أكبادنا لحماية بلدنا وأهلنا. وأضاف: كل ما نوده في ملف الغاز والنفط هو أن نساعد بلدنا ونعطي الدولة عناصر قوية في المفاوضات. صباح الغد ستكون للوسيط الأمريكي لقاءات مع الرؤساء الثلاث، وأكد: نحن لسنا طرفا في التفاوض وفي ملف ترسيم الحدود، ولم نكلف أحدا بذلك، وليست مسؤوليتنا هذا الأمر. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.